السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ كامل. نتمنى ان شاء الله كاع راكم بخير. قلت لكم أكلة صيفية خفيفة ظريفة، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. لا تعجبكم وسيبوا لي جيم وشاركوا في القناة ليوصلكم كل جديد، وديروا ما نطولوش عليكم باش نخليكم مع هذا الفيديو. نبدأ بسم الله. هنا نحتاج مقلة نوسي فيها واحد زوج مغارف تاع زيت، هذا واحد زوج مغارف تاع مقلة تاع زيت. نخلي الزيت تاعي شوية سخن، والنار تكون متوسطة ما تكونش قوية. هنايا نحتاج لي غوندات تاع الطوماطيش. هنا الطوماطيش تاعكم تكون طايبة، مادا بيكم تكون طايبة هكذا، ومقطع دي غوندات ورقيق، تقطعهم شكل هكذا، تقطعهم دي غوندات رقيق. وهنايا بعد ما سخنت لي زيت نرمي هاذيك دي غوندات تاعي تاع الطوماطيش هكذا، نسيتهم. من بعد ما تريش هذيك الطوماطيش تاعي كنت قطعتها بغوندال كيما قلت لكم، نحتاج كمية تاع الثوم. هنايا وصلت 7 سنات تاع الثوم كنت كرازيتهم، وعندي 2 وريقات تاع بيض. هنايا نواسي هذيك الوريقات تاع بيض تاعي بطبيعة الحال باش نملهم هكذا الحال، نقطعهم باش نمدو البنة هكذا. والثوم اللي كنت درسته نوسي هكذا شوية تاع الماء، نحركها هكذا ونسير هكذا على الطوماطيش. نسير كمية صغيرة تاع الماء، منحتاجوش الماء بزاف هكذا، باش هاديك الطوماطيش تدي كاع النكهة تاع الثوم هكذا. على النار تكون قلت لكم متوسطة هكذا. واش نحتاج كمية هكذا تاع الملح على حسب الطوماطيش تاعكم، كمية هكذا تاع الملح. وهنايا للتوابل واش نحتاج، عندي عكري كمية عكري صغيرة ماشي بزاف، عندي شوية فلفل كحل، عندي ثوم كمية صغيرة تاع الثوم المدروس، وهنا عندي زعيدة كما تشوفوا هكذا. نرميها هكذا على الطوماطيش هكذا، يعني حاجة هادي ديروها في دقيق كي تكونوا دخلتوا من البحر عيانين ولا وتكونوا مسافرين ولا، ديروا هادي في دقيقة توجد لكم وتتعشوا بها، حاجة خفيفة وسهلة. في الأخير هذا لي حب نوسي لها كمية تاع الحب، هادي لا لي حب، أنا عندي هكذا الحر، لا لي حب اللي ما يحبش يستغنى على الحر، يعني كل واحد الذوق تاعو. وهنا بعد ما كنشوفوا فيها دبلت لي طوماطيش هكذا، خليوها تبان مليح. ناخذ مزيان هنايا عندي البيض، نبدا نفقص في الحبه هكذا، نفقص نواسي في الوسط هكذا، حبه تكون هكذا صحيحه. نتوما فقصوا البيض على حسب لا كونتيتي تاعكم تاع الطوماطيش. ندير فوق البيض ندير الملح بطبيعه الحال هكذا، غير فوق البيض حتى نشوف البيت تاعي طاب. بعد ما شفتوني هذا الاكله الصيفيه حاجه خفيفه وسهله وبسيطه، تكونوا برا وتدخلوا للدار ما عندكمش العشاء ديروها خفيفه وسهله. وعلى فكره هذا انا الطبق كي نديرو نحطوه هكذا ديريكتومون بالمقله باش تجي حاجه شابه، لخاطر لو كان تمسوه وتواسيوه في الطبسيره هذيك البيض راه يروح لكم مع الطوماطيش هكذا، حطوا بها بالمقله حاجه يعني بريزونطابل. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، حاجه خفيفه وسهله، ولا حبيتوا كاش حاجه تنجموا تكتبوها لي في الكومونتير. وذوقكم عليا نقول لكم خليتكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.